السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطاجين اللي كيجي لذيذ بزاف ورائع. وقبل ما نمشيو للطاجين، يلا تشوفوا معايا الطريقة ديالي اللي كنصايب بها الحريرة. اولا كناخذوا الكرافس وكنقطعوه مزيان كيف كتشوفوا. قولوا لي البنات، واش غلبكم رمضان ولا انتم غاديين معاه مزيان؟ الحمد لله رمضان غادي تيجري. يلا كنا في اول رمضان، تولينا اليوم في 13 رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر يا ربي يا ربي. ودابا غادي نشلط البصله. انا هذه هي الطريقه ديالي في الحريره. نقطعوا البصله، كنحاول نزرب باش ما نطولش الفيديو. اجواء ديال رمضان البنات زوينه بزاف، خصوصا الليل ديالها وصلاه التراويح و... يا ربي ادم علينا هذه النعمه يا ربي. كاين اللي دابا كيتمنى يصوم رمضان معنا هاد العام وما مكنش توفى. الله يرحم اللي توفاو يا ربي وما صاموش معنا هاد العام، يا ربي ترحمهم وتوسع عليهم. المهم البنات، كيف شفتوا قطعت الكرافس مع البصله مزيان بالقرادة المعروفة. هنايا البنات كننقي العدس، نقيته وغنغسلو. المهم البنات انا غدا معكم بدقه دقه، يعني كيف كنديرو، حتى البنات صغارات لي يلا زعما بغاو يتعلموا كيفاش يصايبوا الحريره، غادي يشوفوا دابا الطريقه ديالي وغيعرفوا ان شاء الله كيفاش يديروا ليها. المهم البنات، هنا خديت الكوكوط، داك الكرافس والبصله اللي درتهم في الكوكوط، درت عليهم الحمص، درت عليهم العدس. كل واحد كيختار الكميه ديالو اللي كتناسبو على حسب عدد الاشخاص وعدد الافراد اللي عنده في الاسره ديالو. صافي، هنايا عندي الربيع ديجا مقطع في الكونجيلاتور، جبدته ودرت منه القياس ديالي. وهنايا واحد القطعه من اللحم حتى هو غادي حتى هو درته. هنايا عظم وطروفه ديال اللحم، غير قليل ماشي شي حاجه كثيره، وشويه ديال الزيت تقريبا واحد المعلقه كب. معلقه كبيره ديال التحميره. كيف قلت لكم هنا العطريه راه كل واحد وكيدير القياس ديالو. خرقوم، إبزار نصف ملعقة، راس المعلقه ديال القرفه. القرفه البنات كتعطيها واحد هذا الطعم زوين، ما كتجيش باينه بانها فيها القرفه. هنايا درت الملحه على حسب الذوق ديال كل واحد. قولوا لي البنات، واش نتوما عندكم ضروري الحريره الحمراء تكون في الطبله ديال رمضان؟ انا تقريبا كنديرها يوم ايه ويوم لا. هنايا درت مطيشه حتى هي كانت عندي في الفريغو، حتى هي درت جبدتها من الفريغو درتها.
صافي دابا البنات غناخدو هاد، نهزو الكوكوت ونديروها فوق البوطه ونشحرو مزيان داكشي. وفي هاد الاثناء خديت البيض، بيض غني بالبروتين البنات، ما وخا غلا مع هاد الغلاء البيضة ولات بثلاثين ريال غرام ونص، الحمد لله على كل حال. صافي هنايا درت البيض، غادي نغسلو وغادي ندير ليه الماء ونحطو فوق البوطة. هنايا الحريرة هاي سيرة كتشحر، شحرها مزيان. صافي هنايا تشحرت مزيان، مرتاشة اللي دارت دابت وتشحرت مزيان. ودابا هكا غانا نروي ندير الماء، غندير الماء حتى لعند دوك النقاط اللي كيبانو ليكم تما في الكوكوط. صافي وغنسد، نسد عليها. نديرو لها الصفارة ونحسبو ليها عندنا ميزاننا. ودابا غندوز معكم للطاجين اللي قلت لكم ديال الدجاج. هنايا خديت الكفته ديال لاداند ديال ديك الرومي، خلطتها مع الكفته ديال البقر، عرفتوا البنات مع هاد الغلا واحد كيجي صعيب عليه يدير مثلا الكفته ديال كفته زعما ديال البقر كميه كبيره بوحدها. انا باش تكون كثيره خلطتهم هما بجوج، خلطتهم زجتهم مزيان وغدا ندير العطريه. حطيت حدايا تفصيل اخر، كندير العطريه هنا في الدجاج في الكفته وكندير في التفصيل. هاد العطريه اللي كندير في التفصيل هي اللي غنخلط بها الخضره اللي غندير مع هاد الكفته. كيجي هاد الطاجين زوين بزاف، وفعلا هاد الطاجين جا لذيذ بزاف. صافي البنات هنايا درت تحميره اولا البابريكا والخرقوم وشويه البزار، كندير هنا وهنا. و شنو تاني درت؟ شويه ديال سكنجبير ماشي بزاف، شويه الملحه، الربيع، ربيع كنقولوا الربيع يعني معدنوس وقزبر بجوج مخلطين، حنا ملي تنقطعوهم كنخلطوهم بجوج وكنديروهم في الفريكو. شويه ديال هاد المعلقه صغيره درتها في الكفته، ودرت القياس اللي غادي طيب ليا هاد الطاجين هذا، درتو في داك التوصيل في العطريه. صافي هنايا خلطت مزيان الكفته، مزجتها مزيان بالعطريه، وصافي بديت كندير في الكويرات الصغار. هنايا زدت شويه ديال الماء، يمكن ما بانش لكم بانني زدت الماء، زدت غير شويه. خلطت مزيان. صافي هنايا خديت الطاجين ودرت فيه العواد ديال المعدنوس، كيعطي واحد البنه زوينه في الطاجين. من بعد شلطت البصله، كنديروا البصله هي التحتانيه، وغنبداو نقادو في لا يا ربي. غادي نديروا الخضره، البطاطا غادي نخلطها بداك الخليط اللي درت باش تشرب مزيان ديك العطريه. رمضان البنات غادي كيجري،
يا ربي تبلغنا ليلة القدر، نهار فيه طويل ولكن مع ذلك قصير، ما كيقدناش. اللهم صلي وسلم على رسول الله. البنات الواحد ما يقدرش، ضروري خاص نحاولوا نختموا القرآن إن شاء الله، ونكثروا من الذكر لساننا، نحاولوا ما أمكن أنه يبقى دائما كيذكر الله سبحانه وتعالى. أكيد الصيام راه ماشي هو فقط الصيام عن الأكل والشرب، خاصنا نحاولوا نجمعوا شوية الحسنات ونتقربوا من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. هنايا البنات كنستف في الطاجين، كندير مطيشة، بطاطا، كفتة، مطيشة، جوج بطاطات ولا ثلاثة، وكفتة هاكا. أنا البنات هنا كترت مطيشة، أنا لو عاودت مرة أخرى ما غاديش نكتر بحال هاكا مطيشة، غنقص شوية من هاد مطيشة. البنات بناتي ما عجبتهمش هاد مطيشة بزاف، وكل واحد الذوق ديالو. المهم هما ما عجبهمش، انا بدا عجبني ولكن هما ما عجبهمش المطيشه بزاف. يعني مره اخرى ان شاء الله اللي درتو اليوم غادي نقص من المطيشه، نحاول ما نكثرهاش بزاف. هي كتعطي منظر زوين للطاجين. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صافي انا ستفت دابا كلشي هكا، درتهم دوائر، شتو البنات كيعطي واحد المنظر زوين. درت عليهم البانه، خلطتها في ديك العطريه اللي وقعت ليا، ودرتها في الطاجين صافي. وانا غطيت الطاجين وخليته يطيب، وها هو طاب. وهنا البنات نسيت، ما بديتش نصور، تبدينا تناكلو. هنايا درت معكم، درت شلاضه ما صورتهاش، درت العصير ما صورتوش، عرفتو مع رمضان والوقت ما تيقدش. هنايا الحريره، ها هي نسيت تطبخ، حتى هي ما صورتهاش في الطبله، ما حطيتهاش ليكم. كيف قلت لكم مع رمضان يعني كنكون كنصور بحال هكا شويه صافي كنسى، وما كنبقاش نصور، كنتلهى مع هادي وهادي. درت البغرير حتى هو ما صورتوش، ان شاء الله نصوره لكم مره اخرى ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين البنات، شهية طيبة، وشكرا لكم على المشاهدة. ولا عجبكم هاد الفيديو البنات ما تبخلوش لينا بلايك وباشتراك وبارطاج مع الأصدقاء والأهل.